عانى الإسباني رافائيل نادال لبلوغ الدور الثاني من دورة روما للماسترز 1000 نقطة في التنس، واحتاز الماتادور الإسباني لنحو 3 ساعات للتخطي عقبة البلجيكي زيزو بيرس الصاعد من التصفيات بواقع 6-4 6-3 6-4 في الدور الأول. ويلتقي نادال المتوج بلقب الدورة 10 مرات في الدور المقبل مع البولندي أوبير هوركاتش 9 عالميا و7 في الدورة. وعاد ملك الملاعب الترابية إلى روما بعد غياب نحو 2 وتحديدا منذ 2022 بسبب الإصابة التي أثرت كثيرا على مشواره الاحترافي وأبعدته تقريبا الموسم الماضي بأكمله. سأشارك في بطولة رولان غاروس بعد أسبوعين ونصف فقط. أشعر اليوم أنها اللحظة المناسبة لأقف على مدى جاهزيتي لما هو قادم. أنا لا أتحدث فقط عن بطولة فرنسا المفتوحة، أنا أتحدث عن المباريات المقبلة التي أحتاج فيها إلى التخلص من هذا الخوف. مباريات مثل مباراتي اليوم ستساعدني. أشعر بأنني أكثر استعداداً مقارنة بالفترة السابقة.